بحث وزير التجارة حاتم السر بمكتبه اليوم مع والي ولاية شمال كردفان مولانا أحمد هارون إمكانية تفعيل تجارة الحدود عبر معبر حمرة الشيخ لاستئناف التبادل التجاري مع جمهوريتي ليبيا ومصر. وأكد السر حرص الوزارة على تفعيل تجارة الحدود للحد من عملية التهريب وتوفير السلع الأساسية للولايات لخلق توازن بالأسواق الداخلية للولايات الحدودية. وفي هذا السياق يلتئم غدا بالجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور مؤتمر الحدود بين السودان وتشاد بحضور رئيسي البلدين بعد تأجيل هذا المؤتمر مرتين. وقال عضو اللجنة العليا للمؤتمر عيسى آدم إن المؤتمر سيناقش القضايا الأمنية والاقتصادية والثقافية بين البلدين، مؤكدا أن الولاية أكملت ترتيباتها لعقد المؤتمر واستقبال الرئيسين السوداني والتشادي عمر البشير وإدريس ديبي. هذا وتخطط الحكومة لزيادة التبادل التجاري مع دول الجوار عبر التجارة الحدودية للإسهام في زيادة الإنتاج وفتح فرص للتشغيل، مما ينعكس إيجابا على الأداء الاقتصادي الكلي للبلاد. في بلد مفتوح على أكثر من 7 دول جوار دون عوائق طبيعية إلى البحر الأحمر، تمثل تجارة الحدود إحدى أذرع النهضة الاقتصادية والاستقرار المعيشي وتوفير فرص عمل كبيرة تعمل على الحد من الهجرة إلى المدن وخلق مزيد من الإشكاليات. ولقد كان السودان منذ عهود بعيدة يمد جسور التبادل التجاري والثقافي مع جيرانه، الشيء الذي أسهم بقدر كبير في تأسيس وضعيته الراهنة التي تستدعي إعادة التخطيط والنظر في أسس وشروط تجارة الحدود. ولم تجد المشكلات السياسية والأمنية مع دول الجوار بدا من تجاوز كل شيء في سبيل إعادة هذه التجارة الحدودية إلى وضعها الطبيعي، فقد انصرمت فترة كانت هنالك توترات كبيرة بين السودان وعدد من جيرانه أدت إلى إغلاق الحدود مع بعضها لأسباب أمنية وعسكرية. لكن سرعان ما تعود الحدود لتفتح أبوابها راعية للمصالح المشتركة، وقد كان لقرارات رئيس الجمهورية الأخيرة القاضية بفتح الحدود واستئناف التجارة الحدودية أثر كبير في العمل على توفير البيئة الملائمة للتجارة، لا سيما في المعابر بين عدد من دول الجوار مثل مصر وجنوب السودان وتشاد وإثيوبيا وإريتريا. وأعلنت ولاية النيل الأبيض الأسبوع الماضي عملها المتصل لفتح 3 معابر حدودية بين السودان وجنوب السودان تتيح المزيد من انسياب حركة الصادرات إلى الجنوب والتي تصل إلى 170 سلعة تجارية، وهو أمر من شأنه أن يعود إلى مواعين الصادر الكثير من العائدات خاصة، وأن دولة الجنوب تعتمد بشكل كبير خاصة الولايات الشمالية منها على صادرات السودان. وفي الإطار ذاته كانت الحكومة المصرية قد صرحت هذا الأسبوع عن توصل السودان إلى تفاهمات ضمن إنعاش وتطوير التجارة بين البلدين وإرساء المزيد من الطرق البرية بما فيها ربط البلدين بسكك حديدية تمكن التجارة بينهما من تحقيق أعلى مستويات لها، خاصة الصادرات السودانية. وفي سياق متصل تعمل إثيوبيا والسودان هذه الأيام لتوسيع المعابر وتدعيم النقاط الحدودية والبنى التحتية بينهما مما سيرى النور قريبا. كل ذلك بشريات بين يدي مؤتمر الحدود الذي تبدأ أعماله في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور غدا بين السودان وتشاد في إطار التأسيس لمناطق حرة ووضع استراتيجية للتجارة الحدودية بين البلدين. لمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع أرحب عبر الهاتف بالأستاذ آمال صالح سعد وكيل وزارة التجارة. أهلا ومرحبا بك أستاذ آمال معنا عبر الحدث الاقتصادي. وندلف مباشرة إلى الموضوع، لماذا لم يستفيد السودان من حدوده المفتوحة على عدد كبير من الدول في تنشيط التجارة الحدودية إلى الآن؟ السلام عليكم أستاذة آمال، إذا كنت معنا عبر الهاتف. إذا كنت تسمعين أستاذة آمال أهلا بك، السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب بك عبر الحدث الاقتصادي، يمكن الصوت ليس واضحا لدينا هنا، إذا كنت تسمعيني جيدا. الصوت ما بسمع. السلام عليكم أستاذ آمال. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السودانية 24. أهلا بك معنا عبر الحدث الاقتصادي. وبداية نريد أن نعرف يعني لماذا لم يستفد السودان
إلى الآن من حدوده المفتوحة على عدد كبير من الدول في تنشيط التجارة الحدودية؟ إن شاء الله في الأيام القادمة تتوفر بشريات في تقدم في تجارة الحدود، لأنه هنالك عدة اتفاقيات وقعت مع الولايات مع وزارة التجارة للتبادل التجاري بين الولايات الحدودية والدول المجاورة. نعم. أيضا أستاذ أمال، يعني ضعف آليات التجارة الحدودية أدى إلى انتشار ظاهرة التهريب والتي تضرر منها الاقتصاد السوداني كثيرا، ترى لماذا لم تنهض المؤسسات المعنية بتطوير أدوات وآليات التجارة الحدودية أيضا؟ التجارة الحدودية كانت تتعرض للحروب ما بين المناطق في القرب طبعا والجنوب، يمكن كانت ظاهرة في الفترة دي قللت من التبادل التجاري أو مقدرة الأفراد، لأنه التجارة بتاعت الحدود بتعتمد كليا على حركة القبائل المجاورة، فهنالك يحصل تبادل للسلع والاحتياجات في حدود معينة من السلع، يعني هناك السلع التي هم في حوجة لها وبالتالي يتبادلونها. نعم. فلما تكون هنالك حروب تمنع من حركة السير أو الطرق بتكون غير آمنة. نعم. أيضا أستاذ أمال، يعني وزارة التجارة كشفت عن تشكيل مجال السلع الصادر لتسويق المنتجات السودانية إلى الأسواق الخارجية، ما هو انعكاس هذه المجالس على تنشيط التجارة الحدودية؟ المجالس لها دور كبير جدا في تنشيط التجارة بصفة عامة، إن كانت عبر الحدود أو تجارة حرة، لأنه بيتم اجتماع المجلس بصورة دورية كل ما ظهرت هنالك حوجة لتحديد سعر تأشيري للسلعة حسب مقتضيات الظروف والوقت نفسه. نعم. أيضا أستاذ أمال، الوزارة أعلنت عن إجراءات وضوابط مشددة لضبط تجارة الحدود، خاصة طبعا مع جنوب السودان وتشاد وإثيوبيا، لمنع عملية التهريب. ما هي فرص نجاح هذه الإجراءات في الحد من التهريب أستاذ أمال؟ ليس هناك إجراءات مشددة، ليس هناك إجراءات مشددة، بالعكس هنالك تسهيل للإجراءات وفتح في كل الولايات الحدودية فتح لمكاتب التجارة وعمل نافذة موحدة من كل الجهات ذات الصلة من الجمارك والتجارة والمواصفات وبنك السودان لتسهيل إجراءات عملية تجارة الحدود. طيب أستاذ أمال، يعني ليس هنالك إجراءات يعني مع هذه الدول، هل هنالك إجراءات حسنا لتوسيع المواعين التجارية والحدودية بين هذه الدول؟ توجد هنالك سياسة انفتاحية على كل الدول بالذات المجاورة، وعمل لترانزيت برضو توصيل للسلع للدول المغلقة زي تشاد وزي جنوب السودان وهكذا. طيب أستاذ أمال، سؤال أخير، ما مدى تنافسية السلع السودانية عبر تجارة الحدود؟ هل السلع السودانية تعتبر سلع منافسة؟ تعتبر سلعنا سلع منافسة، لأنه نحن أساسا بنتاجر في كل السلع الموجودة على المنطقة الحدودية، يعني تجد في الشمالية مثلا يتاجرون في كل المنتجات التي تنتج مثلا في الولاية الشمالية مع ليبيا مع الحدود مع مصر، تجد برضو في غرب دارفور وشرق دارفور وشمال كردفان وهكذا، توجد السلع اساسا نحن بالنسبه لنا صناعنا كلها سلع جيده وسلع مرطوبه، وبالتالي هناك يحصل تبادل يعني لسلع كمان من الدول المجاوره لهم، بيكون هنالك حوجه لها وبتقلل من تكلفة النقل من الخرطوم ومن بور السودان إذا كانت نوعية السلع اللي هم محتاجينها في الولايات وبالتالي محتاجينها
غرائمهم في الدول المجاورة لنا. لك خالص الشكر الأستاذة آمال صالح سعد، وكيل وزارة التجارة بالإنابة، كنت معنا عبر الحدث الاقتصادي، شكرا جزيلا. شكرا. الآن مشاهدينا الكرام، عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الاقتصاد الإقليمية والعالمية.